العلاقات العاطفية يا عمي. ده مثلا ده ما اعرفش حاجة اسمها بنات، مثلا ده ما اعرفش حاجة اسمها بنات، مثلا ده ما اعرفش حاجة اسمها بنات. تشكيلك يا بيه. ايه ده يا واد كل في بالك؟ ليه ما تعرفش حاجة؟ ده عمره ما كلم بنت. لا يا عم لا متوحد. في حد ما كلمش بنت دلوقتي؟ لا لا غلبان متوحد. طب وانا؟ طب انت بقى؟ نام على كل قطة شوية. والمصحف وانا يعني عارفهم عشان اتخزعوا بس بامانه. بس؟ بامانه. طب وانت تجربتك ايه معاه؟ هو زي ما هو قال كده كل شويه مع واحده شكل. كل شويه مع واحده شكل؟ مفيش واحده بس ما عادي بقى لازم هي اللي تملى عينك؟ لا ما عادي بقى بسلي نفسي كده. طب يا ستوب ستوب ايه تسلي نفسك انت ترضى حد يتسلى بيك؟ لا طبعا. كده توقعني في غلط مع البنات بقى، كده توقعني في غلط مع البنات بقى، كده توقعني في غلط مع البنات بقى، هتخليهم يعملوا لي بلوكين. بس هم اصحابي بقى عادي. في اللي بيتسلى بيا عادي. رد انت بقى. في اللي بيتسلى. في اللي بيتسلى. مايو احكي طلع اللي جواك. مايو ايو اصل لبخه ده عايز يتعالج ويجينا. احكي ما احكيش خلاص كابتن. يا عم احكي. ابوك ان بتتكلم واحده عادي يعني عارفك عشان مصلحه مثلا مصلحتها في الاخر انت خزواك من غير اي مبرر ما تعرفش عملت معاك ايه يعني. بلوكات بقى على طول كده على طول من غير اي حاجه. وانت انا عادي يعني. ايه الموقف اللي صدمك؟ اللي هو يعني توتب واحده ماشي بتضحكش يا اسطى عشان ده عادي وايه واتخطبت ماشي كانت عايزانا اللي اقول لك بلاش عايزاني ايه؟ بلاش برضه قول اعترف يا كتان كلمت واحده ثانيه اتجوزت يعني مش عارف وشه حلو وشه وشك حلو والمصحف حلو وشه حلو المصحف معنا يعني والله كان هيكلم واحده ثالثه واتكلمت مع واحده ثانيه والله واتخطبت واتكلمت مع واحده اتجوزت وشرف امي يعني الاثنين اتخطبوا والله يعني سبحان الله وشك جميل. اي حد يا جدعان رسالة اي حد عايز يتجوز يرتبط بيا والله ما بهزر هذيع كل الكلام ده هذيع كمان ما عايز تقول اي حاجه نفسك لا تمام كده فرصتك يا عم حد بيعرف يغني يمثل يقول نكت لا تقول نكت يلا انت لسه مضحكنا في الكورس لا انا ما اعرفش من ده 5 في 5 بكام؟ 25 ايه؟ 30 55 كام يا 25 انت بتقول ايه 25 25 30 يلا 25 يلا ب 30 يلا ب 30 يا 5 في 6 ب 30 يا غالي انت بتجرى ازاي يا مش 5 في 10 ب 30 ولا 5 في كام ب 30 5 في 10 ب 50 4 في 4 بكام ب 10 ب 10 ب 10 يا كتان 10 ب 10 16 متأكدين انا مش شايفها ب 10 بصراحه 4 في 4 12 انت بتتكلم بجد بتكلم بجد هزر ليه 16 احط كوميكس وكده واقفين ان هو يتذاع بالكوميكس واقفين طبعا نروش عليكم يا باشا اللي انت عايزه بس قول لنا على اسم الصفحه بقى خديه احمد توفيق